نزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرياضيات. معكم الأستاذ محمد السيد بلال، معلم خبير في مادة الرياضيات. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب، قناة الأستاذ التعليمية، والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد. والآن هنتابع مع بعض المراجعة النهائية في فرع الهندسة الترم الأول. الترم الأول احنا كنا بدأنا محاضرات او حصص قبل كده، ودي ايه بنكمل مع بعض هذا الايه الموضوع. تابع هذه الحاجات في القناه، هتجدها ان شاء الله موجوده على الايه القناه. طيب هنا بيقول لي ايه السؤال، بيقول لي اكمل ما ياتي. اذا كانت النقطه 1 و2 والنقطه ب عباره عن 3 و4 نقطتين، فان احداثيه نقطه منتصف ا ب، يبقى هو عايز نقطه ايه؟ نقطه منتصف الاحداثيه. سهله جدا، تعالوا نشوف مع بعض نقوله ازاي نجيب نقطه الايه منتصف الايه منتصف ا منتصف ا ب. بنجيبها ازاي؟ نقوله ايه الواحد زائد الثلاثه على الاثنين، يبقى الواحد زائد الثلاثه وعلى الاثنين، ده الجزء ايه ده المسقط الاول. وناخده بقى 2 زائد 4 ونقسم على الاثنين. طيب 1 وتلاتة أربعة، أربعة على اتنين فيها الاتنين، يبقى هنا في كام؟ اتنين. ونقول اتنين زائد أربعة ستة، ستة على اتنين يديني كام؟ تلاتة. يبقى هي دي النقطة اللي هي نقطة إيه بقى دلوقتي؟ نقطة منتصف القطعة المستقيمة مين؟ ألف إيه؟ ألف ب. طيب بعد كده السؤال بيقول لي إيه هنا؟ بيقول لي المستقيم الذي يوازي محور السينات، يبقى المستقيم بيوازي مين؟ محور السينات، ويمر بالنقطة سالب 2 و3 معادلته هي، ماشي. المستقيم بيعمل إيه دلوقتي؟ المستقيم يوازي محور الإيه؟ السينات. طيب معادلته طالما هو بيوازي محور السينات، إذا معادلته هي الصاد. هي مين هنا؟ الصاد اللي هو مين دلوقتي كده؟ اللي هو الصاد بتساوي 3. طب لو دي هنا يبقى ايه؟ بناخد العدد اللي عندي ومعادلته هي ايه؟ الصاد بتساوي كام؟ 3. يبقى تاني مع بعض، المستقيم الذي يوازي محور السينات، يوازي محور الايه؟ السينات. يعني انت لو حبيت تعملها في نظام احداثي متعامد هتعمل نظام احداثي متعامد. المستقيم بيوازي محور مين؟ السينات. خلاص؟ هيعمل ايه؟ وهيمر بالنقطه ديت، يمر بالنقطه ديت. طيب المعادلة بتاعته نعرفها ازاي؟ نقول ص بتساوي كام؟ 3. يبقى ص هنا بتساوي الايه؟ ال 3. ج بيقول لي اذا كانت س وص قياس زاويتين متتامتين، الزاويتين المتتامتين مجموع قياسهم كام؟ 90 درجة. يبقى نعرف على طول طالما قال لي زاويتين متتامتين نستنتج ان مجموع القياس بتاعهم كام؟ 90 درجة، بحيث ان س الى ص بتساوي 1 الى 2، فان جا س زائد جتا ص بتساوي كام؟ تعالوا نشوف مع بعض. هنا هنقول دلوقتي انا عندي نسبه، مش كده ولا ايه؟ يبقى نقول س الى ص الى المجموع، ماشي. طيب يلا نقوله برضو، الس بكام؟ بواحد، الص بكام؟ باتنين، مجموعهم كام؟ ثلاثه. طيب هنا بقى هنقول الزاويتين مالهم؟ متتامتين، يبقى المفروض مجموع الزاويتين دول كام؟ 90. يبقى المجموع الزاويتين هنا كام؟ 90. طيب كلام جميل خالص، يبقى انا عرفت دلوقتي ان الايه هنا دلوقتي دي هنا كام؟ هنا بالايه بتساوي كام؟ 90. طيب انا عايز نجيب السين، السين بتساوي الواحد في 90 على 3. الواحد في 90 على 3 بكام؟ يبقى 90 على 3 يديني 30، يبقى السين تطلع بكام هنا؟ ب 30. طيب بعد كده بيقول لي قياس زاويه الصاد، قياس زاويه الصاد قد زاويه السين كام مره؟ مرتين. خلاص كنسبه، او نجيبها بطريقه ثانيه نقول ايه؟ 2 في 90 على 3، 2 في 90 ب 180، 180 على 3 يديني كام؟ 60. يبقى انا كده عرفت السين والايه والصاد. هو دلوقتي بيقول لي هات لي ايه؟ هات لي الجا س. طيب تعال نشوف الجا س كده، يبقى الجا س يعني جا 30 زائد الجتا كام؟ الجتا ايه؟ الجتا 60. جا 30 احنا عارفين، تعالوا مع بعض نشوفها كده، الجا 30 بكام هنا؟ بنص. بكام؟ بنص. طيب والجتا 60 برضه بالايه؟ بنص اهيت، يبقى هنا بكام؟ بالايه؟ بالنص. طيب
نص زائد نص اديني كام؟ واحد. يبقى اذا المفروض هنا الايه الناتج في النهايه يطلع لي بكام هنا؟ بالايه؟ بالواحد. يبقى اذا ده هيطلع لي هنا بكام؟ بالايه؟ بالواحد. شوف مساله جميله ولذيذه، بتقول لي مساله بتقول لي الجدول الاتي يمثل علاقه خطيه بين، يبقى العلاقه الخطيه اللي هي ص بتساوي د س، علاقه خطيه. هنا اعطيني قيم س 1 و2 و3، بيقول لي لما س كانت بواحد ص بايه؟ بواحد. الثانيه بيقول لي لما كانت الايه؟ الس ب2 يبقى الداله قيمتها بكام؟ ب3. رقم 3 حاجه، لما كانت الس ب3 كانت قيمه الداله بالايه؟ بالالف. قيمه الداله بالايه؟ بالالف. كلام جميل خالص. هو طالب مني شويه حاجات بقى. اول حاجه اوجد معادله الخط المستقيم. جميل خالص، هو دلوقتي اعطينا الجدول بس بيقول لي هات لي معادله الخط الايه؟ المستقيم. طيب اتنين، اوجد طول الجزء المقطوع من محور الصادر. فانا لو جبت معادله الخط المستقيم هنعرف الجزء المقطوع من محور الصادر. ثلاثه، اوجد قيمه الالف، الالف ديت بكام علشان تكون العلاقه ديت خطيه. تعالوا بقى نحت واحده كده مع بعض عشان المساله ديت جميله. اول حاجه بنعملها ايه بقى؟ هنفرض أن معادلة المستقيم المطلوبة اللي أنا عايزها هنسميها إيه؟ ص بتساوي م س زائد الإيه؟ الجيم. ركز معايا شوية، يبقى نقول ص اللي هي المعادلة المطلوبة بتساوي م س زائد إيه؟ لأنها معادلة مالها؟ معادلة خطية، يبقى معادلة إيه؟ خطية. طيب إيه بعد كده؟ عندك السين بواحد والص بإيه؟ بواحد، يبقى النقطة واحد وواحد تحقق المعادلة. النقطة واحد وواحد تحقق الإيه؟ المعادلة. يبقى هنعوض عن الصاد بواحد وعن السين برضو بايه؟ بواحد. يبقى نقوله واحد زائد واحد في ميم بميم زائد الجيم، وسمي دي علاقه رقم كام؟ واحد. يبقى نسمي العلاقه ديت رقم ايه؟ واحد. طيب نفس الحكايه هنكمل بقى النقطه 2 و3، 2 وايه؟ و3، 2 و3 من اهو تحقق المعادله برضو. اذا هنعوض عن الصاد ب3 وعن السين بكام؟ ب2. يبقى نقوله 3 بتساوي 2 م زائد الايه؟ الجيم، ونسمي دي علاقه رقم 2. هنبتدي نحل المعادلتين دولت مع بعض. نحل المعادلتين دولت ايه بقى؟ نعمل ازاي؟ نقوله بطرح واحد من 2، يبقى نطرح العلاقه واحد من 2. لما بنطرح علاقه واحد من 2 يعني هنخلي ديت سالبه ونخلي ده سالب ونخلي ده ايه دلوقتي الايه؟ بالسالب برضه. طيب يلا 3 ماشي معايا؟ بص معايا، لما اختصرنا الجيم اختصرت مع الجيم. طب 2 ميم، 2 ميم خلاص، 2 ميم اهوت، ناخد منها ايه؟ ميم. يبقى الجيم اختصرت مع الجيم، 2 ميم ناقص الميم يتبقى لي ميم، وثلاثة نطلع منهم واحد بقى، واحد بقى اتنين. يبقى هنا عرفت قيمة الميم طلعت بكام عندنا دلوقتي؟ يبقى انا كده عرفت حددت قيمة الميم بكام؟ باتنين. طيب ارجع كامل بقى، نكمل مع بعض. يبقى عوض، عرفنا الميم بكام هنا دلوقتي؟ بايه؟ باتنين. عوض في العلاقة رقم واحد، بنقول واحد زائد بدل الميم نحط اتنين زائد الجيم، زائد الايه؟ الجيم. طيب اذا هنودي الايه؟ الاثنين هناك مع تغيير الاشاره، يبقى الجيم تطلع بكام؟ بسالب واحد. يبقى من العلاقه ديت الجيم تطلع بكام عندنا؟ بسالب ايه؟ بسالب واحد. كلام جميل خالص. اذا عرفت الميم وعرفت الجيم، يبقى نحطهم في المعادله للسي. يبقى المعادله بتاعتنا هتبقى شكلها ايه؟ يبقى ص بتساوي 2 س ناقص الواحد. 2 س ناقص الواحد اللي هي المعادله الاساسيه، بعد ما عوضت عن قيمه الميم وقيمه الايه؟ الجيم اللي هم ايه؟ اللي احنا جبناهم. طيب من هنا بقى طالما انا عرفت الايه؟ العلاقه زي ما انت شايف، نجيب بقى طول الجزء المقطوع. طول الجزء المقطوع هيعتبر بالنسبه لنا هو طول، هو عايز طول، يبقى هو ده الجزء الايه؟ المقطوع. طوله كام؟ واحد. طوله كام هنا؟ واحد. ماشي، يبقى هنا ده هو ده يعتبر بالنسبه لنا الجزء الايه؟ المقطوع. ماشي، بواحد. طيب تالت حاجة طالبها بيقول لي هات لي قيمة الايه؟ الالف. قيمة مين؟ الالف. طيب هنقوله النقطة 3 والف تحقق المعادلة، 3 والف تحقق برضو الايه؟ المعادلة. طيب يلا نعوض، يبقى بدل دي تعتبر بالنسبة لنا هتبقى دي الصاد ودي السين، يبقى الصاد هنعوض عنها بالالف والسين هنعوض عنها بكام؟ والسين هنعوض عنها بكام في العلاقة ديت؟ اهي في العلاقة ديت نعوض عنها بثلاثة. يبقى نقوله ألف بتساوي التلاتة في اتنين بستة ناقص الواحد.
هنودي ايه؟ هنقوله ايه؟ الالف بتساوي 6 ناقص الايه؟ الواحد يديني 5، يبقى هنا قيمة الالف تطلع بكام؟ بالخمسة. مسألة جميلة جدا، يا ريت ايه؟ تسمعها تاني وترجعها تاني، خلاص، لأنها فيها شغل ايه؟ كتير. نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تنال إعجابكم، مع تحيات الأستاذ محمد السيد بلال، معلم خبير في مادة الرياضيات. لا تنسى زيارة قناتي على يوتيوب، قناة الأستاذ التعليمية، والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.